بسم الله ثالث فيديو غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا كونسيرنو سيستم دو كليماتيزاسيون. كيف ما قلنا ان الشوفاج يمكن نحصلوا عليه اترافير لو شوفمون ديال الموتور، ولكن هنا بالنسبه للرفرواديسمون ما كنحصلوش على كنحصلوا على النقيض، على الرفرواديسمون. لاحظوا انه هنا غادي نبداو نتكلموا على سيستم دو رفرواديسمون. اول عنصر اللي يمكن نتعرفوا عليه من خلال هذا الشيما، لاحظوا مزيان، عندنا ديزولي عندنا بيان سور باقي عندنا لاري، كنهضروا على سيستم سيركوي واحد، باقي عندنا لاريفي ديال لار، باقي عندنا ليليمون اللي قلنا هو الفونتيلاتور والشكل ديالها هو اللي سيلندريك، ولكن اللي زايد عندنا هنا سي لو كومبريسور. لو كومبريسور ملي كنقولوا كومبريسور سي لا كومبريسيون، يعني غادي نكومبريميو شي حاجه. شنو هي الحاجه؟ واش لار واش شي غاز؟ بيان سور غادي يكون واحد الغاز اللي كنسميوه ار 134A. جو بريفير تكون حداكم واحد الورقه وتمونسيوني وشاك رومارك، حيت بيان سور باش تعرفوا على سيستم دو كليم خاص واحد شويه المساعده الدراري الله يرضي لكم. قلنا لو كومبريسور هاد السيركوي هذا كيكون غومبلي بار ار 134A، واحد الغاز كيتسمى الار 134A اللي غادي نتعرفوا على الخصائص ديالو. وبيان سور كيكون عندنا هنا ليفابوراتور، الى صغرنا غادي يبان لنا عندنا لاريفي ديال الار، لو ريفريجيرون اللي هو قلنا 134A، لو كومبريسور اي ليفابوراتور. عقلوا عليه ليفابوراتور، ليفابوراتور يعني كيحول لنا الغاز 134A من ليطا ليكيد ليطا فابور، هذاك الشيء اللي سميناه ايفابوراتور، كيحول لنا الغاز من ليطا ليكيد. علاش؟ حيت هنا في هذا السيستم هذا عندنا هذا الغاز اللي قلنا الريفريجيرون 134A كيتحول لجوج الحالات، من الحاله الغازيه الحالة السائلة، ومن الحالة السائلة الحالة الغازية. وحنا غادي نبسطو هادشي وغادي نشرحوه مزيان. قلنا لي فابوراتور الى جينا وقسنا هنا بيدنا غتبان لنا ان درجة الحرارة هابطة بزاف، يعني الصفر موان كات موان ديس. في نظركم لي سيرفاس اللي كيكونوا باردين وكيجيو كيتعرضوا للهواء، واش كنلاحظوا انه كاين واحد شوية الماء تحت؟ مثلا خديتي قرعة خرجتيها من الثلاجة باردة بيان كلاسي وحطيتها فوق واحد الطابلة، دازت واحد 5 دقائق، اش كتلقى لتحت هذيك القرعه؟ كتلقى واحد شويه ديال الماء. هذاك الماء منين جا؟ هذاك الماء كيعني كي ان الهواء اللي كاين في الجو في الاتموسفير راه فيه الرطوبه، وهذاك الهواء ملي تلاقى مع هذيك القرعه لصقات الرطوبه ومشى الهواء اللي هو ديجا ديشوميديفي مجفف، جفف هذاك الهواء جفف. يعني هنا ملي غادي يجي الهواء من الاتموسفير من الجو الغلاف الجوي غادي يتلاقى مع هاد السيرفاس اللي هي بارده، هاد السيرفاس اللي هي بارده غادي تابسوربي ولا غتشد عندها الماء وغادي تهبطو هنا. وهادي علاش كنشوفو غالبا ان لي فيهيكول اللي كيكونوا فيهم الكليم لتحت ديالهم كيخليو واحد طومبيت ديال الماء، كيخليو واحد الضايه ديال الماء. منين كيجي هذاك الماء؟ هذاك الماء كيجي من لاتموسفير، ما كاينش فويت، ما كاين حتى شي حاجه في سيستم دو رفرواديسمون، غير هو سيستم دو كليماتيزاسيون هادي هي الخدمه ديالو. وبيان سيغ هاد الهواء هذا اللي شفنا الفلاش انه غيتبدل غيولي اون بلو، اش كيوقع؟ كيبرد هاد الهواء، كيبرد مزيان، ها كيبرد مفهوم. وغادي نشرحو من بعد، غادي نشرحو علاش الكليم يمكن نخدمها افابل فيتاس ا موين فيتاس اوت فيتاس. تقول لي يا استاذ الفونتيلاتور دايره غادي يدوز الهواء، كيفاش كيتبدل هاد الفيتاس؟ انا بغيت غير واحد شويه الهواء بارد، غير واحد شويه بغيت الهواء بارد بزاف ou la moyenne. Et tiens, on la commande des systèmes de climatisation manuel ou la automatique. Système de refroidissement. Pour refroidir l'air, un évaporateur est installé en tant qu'échangeur de chaleur, ou l'évaporateur. Quand on branche la climatisation, le compresseur commence à fonctionner et envoie le réfrigérant dans l'évaporateur. الكومبريسور هذا ماشي ديما خدام، مره خدام مره ما خدامش، على حساب لا كوموند ولا لا فولونتي ديال الكونديكتور ديال السائق. يعني هنا كاين واحد لومبرياج، يعني هذا راه كيبان لكم انه كاين اون كوروا هنايا وانه كاين كومبريسور وكاين عندنا الفيل بروكر، ولكن راه لا كوموند شكون اللي كيتحكم في لاكتيفاسيون ولا ديزاكتيفاسيون ديال لا كليم؟ سي لو كونديكتور. وهنا فين كيخدم واحد لومبرياج اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد. اذا اش كاين؟ كاين ايفابوراتور، يعني من خلال هذا الفيديو غنتعرفوا على كيلكو زيليمون ديال السيستم دو كليماتيزاسيون.
عندنا الكومبريسور، عندنا ليفابوراتور، وعندنا الريفريجيرون اللي غادي نكتبوا هنا 134 ا، وعندنا كذلك لومبرياج. لومبرياج يا اما كيخدم لينا الكومبريسور يا اما ما كيخدمش لينا لو كومبريسور. نكملوا. Pour refroidir l'air, un évaporateur est installé en tant qu'échangeur de chaleur. Quand on branche la climatisation, le compresseur commence à fonctionner et on voit le réfrigérant 134A dans l'évaporateur. L'évaporateur est refroidi par le réfrigérant, il y a un évaporateur qui brûle le réfrigérant, ce qui refroidit l'air provenant de la soufflerie, l'équilibre de l'atmosphère. Le chauffage dépend de la température du liquide de refroidissement du moteur, mais la climatisation fonctionne indépendamment de la température du liquide de refroidissement du moteur. هنا واحد الاضافه لاحظوا ان كاين نقطه وديما خصنا نعرفوا واش كتعني النقطه، يعني غيبدا واحد المعنى اخر. قال لك لو شوفاج ديبون دو لا تمبيراتور دو ليكيد دو ريفرويديسمون دو موتور. قال لك الشوفاج اللي هو هذا كيتعلق بالتمبيراتور ديال الموتور، مي La climatisation fonctionne indépendamment, مستقلة indépendamment de la température de liquide de refroidissement de moteur. فهم؟ ومن بعد غادي نشوفوا اش كتعني ديشوميديفيي.